بتاعت البلد أهل البلد من أكتر من 50 سنة. كان معظم أو تقريبا يعني كل أهل البلد شغالين في هذه المهنة. بعد ثورة 25 يناير، إن أكتر من نص البلد سابت المهنة دي عشان التوتر والأوضاع في مصر وعدم الأمن ومفيش سياح ومعظم اللي كانوا شغالين فاتحين بيوت وكده، فكله بقى ساب المهنة دي واتجه لمهنة تانية عشان أكل العيش وكده. فدلوقتي يعني اللي شغالين في البلد عندنا ما يكملوش 10.